أحبائي مساء الخير عليكم. أنا بكلمكم هنا من على شواطئ البحر الأدرياتيكي. مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله. أنا هنا بكلمكم من شرفة الفندق اللي أنا واخده على شاطئ البحر الأدرياتيكي في ميلانو. قضينا كام يوم حلوين قوي في فينيسيا، استمتعنا بيهم بس أجهدنا برضه، ودلوقتي بنحاول نشوف البحر وننزل على شط البحر ونشوف جمال البحر. نبص كده على شط البحر من هنا، ده البحر. طبعا إمكانية الزوم عندنا ضخمة، فبنقدر نصور أي حد. أهو في ملعب ناس بتلعب هنا، في أنشطة مختلفة، وكمان البحر بقى نفسه. ألعاب مختلفة موجودة على شط البحر، الناس بتنتظر الأجازات عشان تعمل الأنشطة دي. أنا بنقل لكم ده عشان أقول لكم إن إحنا في مصر الحاجات دي كلها، احنا عندنا اجمل شواطئ في مصر وممكن نستفيد بيها. على الاقل يمكن الخدمة في مصر ما بتبقاش غالية زي الخدمات هنا. هنا الخدمات عالية قوي وغالية قوي، عشان تركن العربية بتاعتك بتدفع مبلغ وقدره. مركب شراعي زي مراكب أسقوم بالضبط في قلب البحر الأدرياتيكي، يسموه هنا أدرياتيكا. دورو لا لايزا يا لا نضارة زبط. دورو دايما يعمل مشاكل خصوصا في مبيض البحر. القعدة جميلة قوي، حلو يعني الجو حلو وجميل والواحد بيستمتع الحقيقة. أنا لسه ما نزلتش المايه، بس أهو بنستريح شوية وبعدين بنبص على الشط. جمال صح روبي، حط كريم كريم عشان بقى ظهره بقى عشان الشمس. ماشي هيبقى بيقول لك حبقى زي الشوكولاته من الشمس. يلا حاضر. Was ist hier? Wie ist es kalt?
ماشي. يوم تاني جميل زي ايامكم الجميله دايما يا رب. في ميلانو وفندق على البحر على طول، بنلبس وبننزل البحر. احنا بننزل البحر ما بناخدش معانا بقى الكاميرات، بيبقى صعب شويه، لكن بقوه الزوم بجيب لكم البحر وبجيب لكم الشط وبجيب لكم الجمال الغير طبيعي في هذا المكان. نبص كده على الدنيا شكلها ايه. نقرب شوية. برضه مشهد من بعيد ده غير المشهد اللي ممكن ناخده من قريب. أمواج قوية النهاردة، بس أنا برضو هحاول أخد لكم منظر من قريب تحت. أوكي يلا نكمل من جوه بقى. هو كده حضراتكو احنا يعني على الشط، وطبعا الشط كبير بيني ما بين الشط اهو. انا دايما احب دايما ابقى ايه يعني على الماية على طول، بحس حتى لو ابني صغير كده ولا كده في الماية اقدر اشوفه يعني. اقدر اشوف طبعا حواليا المكان رائع وجميل، شمسية فوقية اهي منورة والجو جميل، بس انا بحب بقى دايما اقعد الاول ما انزلش مية على طول، اريح شوية وبعدين انزل يعني ابص على اي حاجة او اتفرج على اي حاجة. بص كده المكان حواليا جميل، قدام ورا جنبي مليان حقيقة. لا ده انا كده المفروض اعمل كده. كده صورت ال صورت ال كده كده بتجيب ايه بقى يعني لو حاولت انا اقرب اهو ابعد كده اهو اجيب البحر. امواج جميله
لاحظوا يا جماعه، لما يكون في سفينه جايه الامواج بتزيد قوي. يعني بصوا كده معايا، عشان في سفينه جايه لقوا الامواج بتزيد قوي في المكان. الشط حلو قوي، الشط جميل قوي. من هنا حلو قوي. هنا رورو، يا رورو، ايه رورو بيسار على الامواج، هيدخل جوه الميه شويه. بحر جميل، ايوه يا رورو. الناس هنا بتستنى الموجة، بتنط مع الموجة، شايفين؟ بينطوا مع الموجة. المية مش عميقة هنا، ودي ميزة هي بتشكل نوع من الأمان.
يورو. يغامر وسط الأمواج. مساء الخير عليكم. يوم ايضا جميل جدا 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 بنصبح عليكم في من ميلانو ايطاليا. طبعا احنا قاعدين في البلكون بتاعنا، معانا البرنسس قاعده على الموبايل. برنس لولو بص لي هنا بياكل شوكولاتيه. انت بتسوي هو بياكل؟ بس بياكل شوكولاتة. وبنبص بقى على ايه، على الجمال. تاني وتالت ورابع وخامس، على جمال الصباح قبل النزول في اعماق البحار.
نبص كده على البلاد والناس عايشة ازاي، الستايل بتاعهم، سواء العجل، بيحبوا اول عجل هنا في ايطاليا، بيحبوا جامد جدا. البحر طبعا جميل، وانت بتحجز بقى براحتك بقى، عايز تحجز في الصفوف الاولى، في الصفوف المنتصف، في الصفوف الاخيره. طبعا الصفوف الاولى بتبقى اللي هي الاعلى سعر يعني بالنسبه طبعا الفندق بس انت بتحجزه برضه. الحاجات دي اوبشنز انت بتطلبها، سواء بتطلب اوبشنز فطار، سواء بتطلب اوبشن غدا وعشاء، سواء بتطلب اوبشن امبريلا على الشط، كل دي اوبشن حضرتك بتطلبها. وطبعا الفنادق اللي على البحر بتفضل انك انت جاي عشان البحر بقى، فجاي عشان البحر بتاخد حاجه، تاخد حاجه جنب البحر. امبارح كان في موجات عاليه جدا جدا جدا، انا شايف ان النهارده يمكن يكون اهدى من امبارح، لدرجه امبارح انا افتكرت ان في تسونامي بقى جه، لان لقيت الفيلن او الموجات بتيجي جامده ورا بعض. نشوف اخر البحر كده، دي فايدة الزوم يا جماعة. نعم حبيبي. اوكي جود، اس سلوبا. تمام. طب hast du nicht gesehen? هن البرازيليان والارجنتينيان فلاج. ايه البرازيليان والارجنتينيان فلاج يعني. كلاجا؟ يا، ودي الارجنتينيان والبرازيليان. والله انا مش شايف حاجة يا رولو، انت بتشوف حاجات غريبة. كومي تونيرا؟ سيسو دي الفلاج البلاو فايس بلاو. دي الارجنتينيان فلاج. ماشي يا عم. والدليل منه اللي لينكس من الارجنتينيان فلاج برازيلي. تمام. يعني انت بتحب الحاجات بقى بتاعت الارجنتينيان وال، في حد هيلعب النهارده ولا ايه؟ لا خلص اللعب. مفيش، اللعب خلص؟ ايوه اسبانيا فاز. لا بس جميل المكان. ده شفت ده؟ ايه ده بقى؟ ده ميليتير. ميليتير ده بتاع جيش؟ ده شيت افتون لوكيا ميليتار. مكتوب عليه ميليتارا؟ خراشي. شو كان ده؟ ده اسمه ميليتير افتون. سنتر ريبابليك. ميليشيا سي ار بي. طب كويس؟ وين ده فيها؟ ايه بقى؟ Können wir jetzt zum Strand? Jetzt? Jetzt? Ja. Aber استنى نشوف في واحد بيغرق هناك. في واحد بيغرق. فين؟ في المية. فين يا جماعة؟ لا هو طلع خلاص. لا هو مش تيف قوي. يعني تمشي حوالي 200 متر ما تلاقيهوش تيف حقيقة يعني. هنا بص على الجمال في المكان، رائع جدا يعني بصراحة، جمال غير عادي. أقول لك يا وسيم، بص احنا بقى من النافورة، لما قربنا من النافورة لقينا منظر جميل جدا، شايفين؟ شايفين هنا؟ زي الإزاز، كهرمان يا ناس، أخضر كهرمان. طبعا هي زي الإزاز كده، وممكن تكون أحجار كريمة، مش يعني أحجار غالية،
حجار زجاجيه، هم هنا عندهم مصانع ازاز ممكن تكون دي معموله الله اعلم، بس كمنظر المنظر فعلا جميل، عشان كده انا هاخد صوره خاصه جنبي. شوف ورانا في ميامي بقى، بتشوف برضو مناظر جميله متكرره، فروع من البحر، منها كناله صغيره كده زي اللي احنا واقفين عليها اهو، للناحيه الثانيه كده، من هنا ومن هنا تتفرج بقى، تتفرج على المعالم الجميله. هنا برضو نقدر نعمل زوم يا جماعة، مناظر بديعه.